انا بالنسبه لي كنت يعني ولحد الان كنت خوض معركه كل يوم مع 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 جسدي يعني. وقت امشي بالشارع، وقت اطلع، وقت ما تساعدني رجلي، وقت اتفركش او غيره، كون ماشي مع اصدقائي ما تساعدني رجلي بالمشي منيح، ايام اشتمها لرجلي بالله شعور يعني. فانه هذا الصراع موجود وراح يبقى يعني. لفترة طويلة عانيت يعني، عانيت جدا باني اتقبل فكرة انه انا مصاب اصلا يعني. لكن مثل ما حكوا الشباب حسين ومروان، انه المحيط اللي حوالي لعب دور كثير كبير بهذا الامر. والدتي، اهلي، اصدقائي كثير لعبوا دور بهذا الامر. بس ليه ما حبيت تبترى؟ هل بتحس انه كأنه هذا، ما بعرف اذا وصفي دقيق او مزبوط، انه هذا جزء ما بدك تحد عليه، ما بدك تلغيه، بدك تخليه؟ يعني كنت حاول دائما يكون الـ 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 الاضرار اقلها يعني، حاول يكون اقل ضرر ممكن. بالنهايه مثل يعني شوي الاخ مروان حكى او حسين حكى كلمه كثير مهمه وجوهريه، انه نحن بنحاول نلاقي مبررات لانفسنا. يعني انه انا لو ما تصاوبت او جوز كنت متت، منيح اني تصاوبت وما متت، منيح انه لساتني ممكن بحسن اتحرك واحكي واشتغل واحسن عيل الناس اللي بحبهم. يعني بنحاول دائما نلاقي هاي المبررات لانفسنا. لذلك كان بالنسبه لي كثير مهم اني احافظ على رجلي. يعني ما كان ممكن ابدا اني اتقبل فكره انه انا تنبتل رجلي، او اني ركب طرف صناعي وكل يوم ممكن يخذلني، كل يوم ممكن ترجع اضطر ل يصير نتوءات تنمو بالعظم.